يمكن اعتبار لحظة التأسيس السلفية الجهادية هي حالة الإحباط داخل التيار القطبي لتنظيم الإخوان المسلمين بعد إعدام سيد قطب والقمع الشديد الذي تعرض له أنصار التنظيم في السجون المصرية في النصف الثاني من الستينات. يمكن أن نسمي لحظة التأسيس الواعية، لأن الفكر السلفي الجهادي تواجد بشكل مضمر وغير واعي في عدد من التجارب، سواء كانت تجربة تحرر وطني أو التجربة الإخوانية نفسها عند التأسيس. لحظة التأسيس الواعي انطلقت مع المجموعات الشبابية التي تشكلت حول كتابات عبد السلام فريد، خاصة فريد الغائبة، وعدد كبير من عناصر هذه المجموعات الشبابية التي عاشت محنة الإخوان في النصف الثاني من الستينات، إضافة لخطاب الشيخ عمر عبد الرحمن. يمكن أن أقتصر على المستوى الرمزي التيار السلفي الجهادي في هذين الوجهين في سبعينات مصر، حيث أنهم حولهم نشأت المجموعتين الرئيسيتين للتيار، الجماعة الإسلامية بأمر عمر عبد الرحمن وتنظيم الجهاد بقيادة عبد السلام فرج. إن الفكرة الرئيسية في لحظة التأسيس الواعية هي أن العمل الجهادي أو العنف المسلح هي الأداة الأساسية للتنظيم الإسلامي، وتتراجع تجاهها الأدوات الأخرى سواء منها السياسية أو الدعوية. وفي هذا السياق تصبح المواجهة مع الدولة والحاكم المسلم مسألة رئيسية على مستوى التنظير والممارسة، وذلك حتى في الحالات التي يكون فيها العدو الخارجي أيضا مستهدفا من قبل التنظيم. هذا الوضع مركب بين خطة عملية مسلحة تستهدف الدولة القائمة والخلفية العقدية السلفية الحنبلية إلى حد ما، حولت بشكل غير مسبوق في التاريخ المعاصر العقيدة السلفية التي توفر إطارا نظريا صلبا يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة بما في ذلك تجاه المذاهب السنية الأخرى، وهي العقيدة التي برزت بشكل خاص في القرن الماضي كعقيدة موالية لولي الأمر، حولتها إلى إطار نظري صلبا يستهدف ولي الأمر. وعليه فإن الأداة العقدية مكون شديد الأهمية لجميع التيارات الجهادية، لأن مضمونها وتركيبتها الصلبة والإطلاقية تمثل محركا روحيا رهيبا للمقاتل الجهادي، حيث يمتثل الجهادي بجميع أنواع التعليمات بما في ذلك قتل نفسه بشكل أيسر وأسهل على أساس هذه الخلفية العقدية. هذا المركب العقائدي العملي السلفي الجهادي هو الثابت الرئيسي الذي تجتمع حوله جميع التنظيمات الجهادية منذ لحظاتها التأسيسية في السبعينات، فارق بين إرهابيه ما قبل الثورة وما بعدها في الكم وليس في النوع، إذ أن التدريب والتأطير والتسليح يأتي أساسا من خارج تونس، وليس من المصادفة أن المجموعة الرئيسية الناشطة في محيط جبال الشعاندي لا يقودها تونسي. ربما ما يجري في سوريا والعراق يغير بعض الشيء الوضع الرامي، أي هيمنة الكم على النوع، من خلال رجوع القيادات الجيدة التدريب ومتمرسة بشكل كبير في المعارك اليومية القومية بسبب المعارك اليومية القوية الدائرة هناك، وقادرة بالتالي على القيادة والمبادرة والتخطيط.